ايه هي العملات الالكترونيه؟ ايه سبب انتشارها السريع؟ طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة كلها في العملات الافتراضية دي هي ان انت تجد وسيط للتبادل قايم على حجم الترانزاكشنز، حجم التعاملات التعاملات. اللي بتسنده. الفكرة برضو ليها اب، يعني الاب بتاعها حاجة اسمها البلوك تشين. البلوك تشين او نقدر نسميها بقى السلاسل المغلقة بشكل او باخر لو انجازت الترجمة، دي بتبقى مجموعه من المؤسسات، مجموعه من الجهات، مجموعه من الافراد، ان يعني كانت مجموعه من الاشخاص بيتعاملوا على، سواء اعتباريه او اشخاص طبيعيه، بيتعاملوا على تعاملات مختلفه جدا باستخدام وسيط للتبادل. قوه هذا الوسيط للتبادل ياتي منين؟ من حجم التعاملات. كنا عشان بس نعود للفكره الاصليه عشان الناس ما تتلخبطش، النقود قايمه على ايه؟ يعني النقود الورقيه دي قيمتها منين؟ ما هي كان في الاول في زمان حاجه اسمها قاعده الذهب. كان في حاجه اسمها قاعده الذهب. الذهب طول ما انت عندك ذهب وبتطبع عليه فلوس خلاص، ما بقاش في قاعده ذهب، بقى لنا زمان كتير جدا وبنتعامل دلوقتي بمعادله فيشر اللي هي اسمها ام في يساوي بي تي، ايا كان عشان ما نلخبطش الناس بالتفاصيل، لكن باختصار شديد جدا تي دي هي ترانزاكشن، زي حجم التعاملات اللي هي بنوزن بيها حجم بنك نوت المطبوع. بنوزنه مع مين؟ مع معدل النمو. معدل النمو اللي هو النمو في الجي دي بي، في الناتج المحلي الاجمالي. طيب انا عايز اخرج من الاقتصاد ده خالص، من الاقتصاد الرسمي، وعايز يبقى عندي وسيط للتبادل معتمد على حجم كبير من التعاملات. انا هخترع عمله رقميه. اتنبأت بالكلام ده في البي اتش دي بتاعتي من 2009. ان الاتساع بتاعها، يعني ان انا هيبقى عندي عمله، اخترع عمله ورقيه، عمله افتراضيه افتراضيه افتراضيه, افتراضية. ما هو مش مهم، ما انت مش عايز بقى ورق، الورق الورقه دي نفسها ملهاش قيمه. بالظبط، ده الاساس في الورقه، في كوسيط للتبادل، ان هي ما يبقاش ليها قيمه في ذاتها، غير العملات الذهبيه بتاع زمان المعدنيه مثلا. فانا اعمل ايه؟ اروح مخترع وسيط للتبادل ايا كان، وهذا الوسيط يسمح طبعا باليات معينه وبحفاظ على سريه بشكل معين، اللي هي الكريبتو، بيسموه كريبتو كرنسي، باعلى درجات السريه والحفاظ على امن التبادل المعلومات. اقدر اعمل حجم التبادلات، كلما زاد حجم التبادلات زادت قيمه هذه العمله، خصوصا